السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأستاذ فاروق حميد. مرحبا بكم في درس أو في الجزء الثاني من درس الوزن والكتلة. إذا إن شاء الله قبل أن أبدأ هذا الجزء الثاني، لا بأس أن أذكر بأهداف الدرس أو الجزء الأول. إذا بطبيعة الحال تعرفنا كيف نميز بين الوزن والكتلة، وبذلك تعرفنا على مميزات الوزن. إذا في هذا الدرس إن شاء الله سنتعرف أو في الجزء الثاني على الهدف الثالث، اللي هو العلاقة بين الوزن والكتلة. إذا لكي نتكلم عن العلاقة بين الوزن والكتلة ولفهم هذه الوضعية، سأقوم بإدراج محاكاة على شكل فلاش فيديو تقريبا تحتوي على تقريبا 5 دقائق. إذا مرجو التركيز جيدا لهذا الفيديو. على بركة الله. غادي نمشيو للفقرة الثالثة. إذا في الفقرة الثالثة عندنا غادي نتعرفوا بعد ما تمكنا من التمييز بين الوزن والكتلة، الآن غادي نحاولوا نقلبوا على العلاقة بين الوزن والكتلة. إذا غادي نشوفوا واش كاينة شي علاقة بين هذا الوزن والكتلة أو لا. لهذا الغرض غنقوموا بالتجربة التالية. إذا عندنا نقوم بقياس كتلة أجسام مختلفة بواسطة ميزان، ثم نقيس شدة وزن كل جسم بواسطة الديناموميتر. التجربة اللي عندنا أو المحاكاة اللي غنعتمدوا عليها هي اللي كتلاحظوا معايا هنا. غنشوفوا الجدول. إذا في الخانة الأولى عندنا كتلة الجسم، الكتلة كما كتعرفوا الرمز ديالها إم، الوحدة ديالها هي كيلوغرام. غناخذوا مجموعة من الأجسام، جسم كتلته 0.05 كيلوغرام، 0.1، 0.15، ثم 0.12. ثم الخانة الثانية شدة وزن الجسم، الرمز ديالها بي، الوحدة ديالها نيوتن. كما كتعرفوا معايا شدة الوزن فهي تقاس بواسطة جهاز الديناميتر. اذا غنبداو بالحاله الاولى. الى شفتوا معايا هنا في هذه المحاكاه، هذه في هذه الانيماسيون، هنا الكتله كنتحكموا في كتله الجسم، هنا عندنا جهاز الديناميتر. اذا الى شفتوا معايا هنا كتله الجسم في الحاله الاولى شحال هي؟ هي 0.05 كيلوغرام. اذا هي اللي عندي في الخانه الاولى هنا. شحال القيمه اللي كيشير لها الديناميتر؟ 0.49 نيوتن. اذا شحال غنسجلوا هنا؟ غنسجلوا 0.49 نيوتن. منين جبتها من جهاز الديناميتر. غنمشيو للكتله الثانيه، الكتله الثانيه شحال هي؟ 0.1. اذا شنو غادي ندير في هذه الحاله؟ غنغير هنا حتى غنلقى 0.1. اذا 0.1. اذا هنا الكتله ديال الجسم كما كتلاحظوا معايا في هذه الحاله هي 0.1. الديناميتر كيشير القيمه شحال؟ 0.98 نيوتن. اذا هي اللي غادي نسجلوا في هذه الحاله هذه. إذا هي اللي غنسجلوا هنا هي 0.98 نيوتن. ثم غنمشيو للكتلة الثانية، الكتلة الثانية هي 0.15 كيلوغرام. إذا غنعاودوا نرجعوا لهذه المحاكاة، غنغيروا حتى نوصل 0.15. هاد الأرقام خديتهم اعتباطيا، يعني ممكن تاخذوا أي كتلة لا يهم. إذا 0.15 كيلوغرام. الديناميتر شحال القيمة اللي كيشير ليها؟ شوفوا معايا هنا هي 1.47. إذا الكتلة التي يشير إليها الديناميتر هي 1.47 الشدة عفوا اللي كيشير لها الديناميتر هي 1.47 نيوتن. ثم غنمشيو لآخر مقدار اللي هو 0.2. إذا غنعاودوا نغيروا هنا الكتلة حتى نوصل 0.2 كيلوغرام. إذا 0.2 كيلوغرام. كنشوفوا في الديناميتر شحال القيمة اللي كيشير لها الديناميتر؟ هي 1.96 نيوتن. إذا غادي نسجلوها في هذه الخانة هذه. إذا 1.96 نيوتن. كنتمنى أن المراحل ديال التجربة يكونوا واضحين. إذا بعد ما حددنا شدة وزن الجسم، الخانة الثالثة غادي نعاود نذكركم هنا بالنسبة لـ 0.05 0.1 0.15 هادو كتل خديتهم اعتباطية، ماشي بالضرورة ناخذوا هذه الأرقام، ممكن ناخذوا أي رقم لا يهم، ولكن أنا خديت هادو غير باش يسهلوا علينا شوية في الحساب. الخانة الثالثة عندنا النسبة بي على ام بنيوتن على الكيلوغرام. إذا بي على ام بمعنى غنقسموا الخانة الثانية، إذا 0.49 قسمة ماذا؟ قسمة 0.05. علاش؟ حيث عندي بي على ام، إذا الخانة الثانية على الخانة الأولى، بحيث أنه غندير بي على ام. بي شنو هي وحدة ديالها؟ نيوتن. ام شنو هي وحدة ديالها؟ كيلوغرام. إذا نيوتن على كيلوغرام.
الا درتو 0.49 على 0.05 بآلة حاسبة غتلقاو بالضبط بانها كتساوي 9.8. غنمشيو للحالة الثانية 0.98 على 0.1 غتلقاو كذلك بانها 9.8. ثم الى حسبتو كذلك 1.47 على 0.15 غتلقاو كذلك انها 9.8. الا بغيتو تاكدوا حسبوا بآلة حاسبة، وقفوا الفيديو حسبوا بآلة حاسبة وشوفوا بالضبط واش غتلقاو نفس النتائج او لا. ثم الى درنا 1.96 على 0.2 كذلك غنلقاو بانها 9.8. اذا شنو كنلاحظوا من خلال هذا الجواب؟ نلاحظ بان النسبة بي على ام هل تتغير؟ لا، انها تبقى ثابته. هاد النسبة بي على ام اللي كتبقى ثابته، اذا هاد بي على ام، هاد بي على ام كتبقى ثابته. هاد بي على ام هي اللي كنمزوها بحرف جي، كنمزوها بحرف جي وكنسميوها، اذا هذا مفهوم جي دغيا يتزاد لكم هنا، كنسميوها شدة مجال التقالة. عفوا، اذا شدة مجال التقالة. إذا هذه النسبة بي على ام كنرمزو لها بحرف جي وكتسمى شدة مجال الثقالة. كذلك إذا لاحظتوا معايا هنا بالنسبة للكتلة، إذا مشينا في هذا الاتجاه، إذا مشينا في هذا المنحى 0.05 0.1 0.15 0.2، شنو كيوقع للكتلة هنا؟ أنها كتزاد. شوفوا معايا شدة الوزن 0.49 0.98 1.47 1.96، شنو كيوقع كذلك شدة الوزن؟ أنها كذلك تزاد. ملي كيكون واحد المقدار، ملي كيكون جوج ديال المقادير بيناتهم علاقه، ملي كيتزاد واحد وكيتزاد الاخر، في هذه الحاله نقول بان هذا التناسب اللي بيناتهم يسمى بالتناسب الاضطرادي. التناسب الاضطرادي من بعد في المستويات اللي جايه غتعرفوا في الرياضيات على انه كاين جوج ديال التناسبات، كاين التناسب الاضطرادي وكاين التناسب العكسي. التناسب الاضطرادي ملي كيتزاد واحد كيتزاد الاخر، اولا ملي كينقص واحد كينقص الاخر، يعني كيكون عندهم نفس الحالة. التناسب العكسي شنو هو؟ العكس، ملي كيتزاد واحد الاخر شنو كيدير؟ كينقص. اولا ملي كينقص واحد المقدار الاخر شنو كيوقع ليه؟ كيتزاد. الا شفتوا معايا انا هنا في الجوال، ملي تزادت الكتلة تزاد شدة الوزن، اذا هذا التناسب الاضطرادي. نستنتج ان بي تساوي ام فوا جي، بحيث ان بي هي شدة وزن الجسم وحدتها نيوتن، نرمز لها بالحرف ان كبيرة، وام كتلة الجسم وحدتها الكيلوغرام، ثم جي شدة الثقالة او شدة مجال الثقالة وحدتها النيوتن على الكيلوغرام. اذا ملاحظة، نلاحظ بطبيعة الحال أو تغير شدة الثقالة بتغير المكان والارتفاع. إذا لاحظوا جيدا أبنائي الأعزاء أن شدة الثقالة في خط الاستواء، يعني مركز الكرة الأرضية، نقيس شدة الثقالة ب هي 9.78، في الرباط 9.80، وفي القطب الشمالي 9.83. جيد، لاحظوا أعزائي الكرام بالنسبة لهذه الثلاثة الأمكنة، فإذا ابتعدنا عن مركز الأرض فبطبيعة الحال ترتفع شدة الثقالة، كلما اقتربنا إلى مركز الأرض إلا بطبيعة الحال هنا تنخفض شدة الثقالة. إذا قارنا أعزائي الكرام بسطح القمر، يعني ابتعدنا عن الأرض بصفة عامة، نجد أن شدة الثقالة هنا تساوي 1.63 نيوتن بار كيلوغرام. ماذا يعني هذا؟ يعني أن عامل الارتفاع يغير من قيمة شدة الثقالة، يعني كلما ابتعدنا عن الأرض كلما شدة الثقالة انخفضت، ولكن كلما اقتربنا من الأرض، يعني شدة ثقالة الأرض الجاذبية ترتفع شدة الثقالة. ففي المثال أو في المحاكاة السابقة قمنا فقط بتحديد شدة الثقالة بكثل معلمة مختلفة، ولكن في المكان اخترنا المكان الرباط. لماذا؟ لأن حصلنا على شدة الثقالة تساوي 9.8، يعني تجربة تمت في الرباط، يعني في الأعلى سطح الأرض. جيد، إذا تتغير شدة الثقالة الجي مع تغير المكان والارتفاع.
ثم قلنا نشيدة وزن الجسم تتغير حسب المكان والارتفاع الذي يوجد فيه الجسم. فكتلة الجسم هنا مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير ولا يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه الجسم. المقصود هنا أن الكتلة هنا مقدار فيزيائي ثابت لا يتغير، يعني أننا مثلا قمنا مثلا بقياس كتلة ما أو كتلة جسم ما مثلا على سطح الأرض مثلا، فوجدنا مثلا اثنان كيلوغرام، وعندما ننتقل مثلا إلى سطح القمر أو إلى سطح المريخ أو زحل أو ابتعدنا يعني ارتفعنا على سطح الأرض، فنقيس ذلك الجسم مرة أخرى فنجد 2 كيلوغرام، يعني أن الكتلة هنا مقدار فيزيائي لا يتغير، ولكن بالنسبة للوزن وشدة الثقالة تتغير. ننتقل إلى الخلاصة العامة التي نلخص فيها محتوى هذا الدرس. لاحظ طبيعة الحال في هذه الخلاصة وجه المقارنة بين الكتلة والوزن. فالتعريف: فالكتلة مقدار ما فيزيائي يحتوي الجسم من مادة، إذن فالكتلة هي مقدار الجسم تتكون من مادة ذلك الجسم. أما الوزن فهو قوة جذب الأرض للجسم. وحدة القياس للكتلة الكيلوغرام أو الجرام، والوزن النيوتن. أداة القياس للكتلة والميزان ذو الكفافين، والوزن جهاز الديناموميتر. اتجاه تأثير الكتلة ليس لها اتجاه، أما الوزن فهو قوة له اتجاه، فهي تؤثر دائما في اتجاه مركز الأرض أو الكوكب. فتأثير تغير المكان، فالكتلة ثابتة لا تتغير بتغير المكان، ولكن الوزن تتغير من مكان لآخر. إذا ننتقل عزيزي التلميذ إلى التمرين التطبيقي. إذا نريد قياس كتلة صندوق ما هو 100 كيلوغرام وشدة وزنه 978 نيوتن. السؤال الأول: حدد المكان الذي يوجد به هذا الصندوق. إذا علمت أن شدة الثقالة بالدار البيضاء هي 9.80 نيوتن بار كيلوغرام، وبالقطب الشمالي 9.83 نيوتن بار كيلوغرام، وبخط الاستواء 9.78 نيوتن بار كيلوغرام. السؤال الثاني: ما كتلة هذا الصندوق عند نقله من الأرض إلى القمر؟ حلل جوابك. ثم قياس كتلة الصندوق هو 100 كيلوغرام وشدة وزنه، إذا نحتفظ بنفس المعطيات. السؤال الثالث: أحسب شدة وزن هذا الصندوق على سطح القمر، حيث شدة الثقالة جي كتساوي 1.63 نيوتن بار كيلوغرام. عزيزي التلميذ، قم بإيقاف الفيديو لكي تجيب عن هذه الأسئلة، وبعد ذلك نقوم بالتصحيح. إذا صحيح لهذا التمرين التطبيقي، لاحظ جيدا، نعلم أن بي تساوي ام في جي، ومنه فإن جي تساوي بي على ام. إذا فعكس هنا عزيزي التلميذ عكس الضرب القسمة. وطبيعة الحال إذا كان اختلاف ربما لهذه الخاصية تعود إلى خاصية المثلث باستعمال خاصية هذا المثلث بي مثلا و ان في جي لكي تقوم بحساب شدة الثقالة جي. إذا وبالتطبيق العددي لدينا بي 978 نيوتن و ام 100 كيلوغرام. لاحظ جيدا ان الكتله او الوحده للكتله الوحده العالميه لقياس الكتله هي الكيلوغرام، انتبه جيدا. اما بالنسبه للبي فهو ان نيوتن. اذا نقوم بالتصحيح، اذا الجواب النهائي هو 9.78 نيوتن بار كيلوغرام. وبالتالي المكان الذي يوجد به الصندوق هو خط الاستواء، لأن جي تساوي 9.78 نيوتن بار كيلوغرام. ننتقل إلى السؤال الثاني. لاحظ أن أم هنا تساوي 100 كيلوغرام، لأن طبيعة حال الكتلة هنا لا تتغير. لماذا؟ لأن قلنا أن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير حسب المكان أو حسب الارتفاع. فبالنسبة للسؤال رقم 3، حساب شدة وزن هذا الصندوق على سطح، الآن انتقلنا من سطح الأرض إلى سطح القمر. فلحساب شدة الوزن نعلم أن ب دائما تساوي ام في جي. إذا نعوض ام بالقيمة 100 والجي ب 1.63، فنحصل على 163 نيوتن. إذا شدة وزن هذا الصندوق على سطح القمر
هو ماذا؟ هو 163 نيوتن. لاحظوا أن الوزن هنا تغير بتغير الارتفاع. إذن أعزائي التلاميذ، انتهى الجزء الثاني، إلى الدرس المقبل إن شاء الله بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.